حدث اليوم. قوات الشرعية أعلنت وصول طارق نجل شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى شبوة تحت حراسة مشددة. ما هو تأثير ظهور نجل يعني شقيق الرئيس السابق الآن برأيك؟ باعتقادي أن ظهور طارق في شبوة له ترتيبات خاصة قد تكون بعيدة نوعا ما عن شرعية عبد ربه منصور هادي، لكن الأهم من هذا أن وجود طارق مع عوض عارف الزوكة ومع ذياب بن معيلي سيحدث تحول نوعي في هذه المنطقة، لأني أتوقع أن يتم إنشاء جبهة جديدة لمواجهة الحوثيين، ولأول مرة سيكون هناك جبهة يقاتل فيها شماليون وجنوبيون ومن أغلب المحافظات اليمنية، يقاتلون الحوثيون مجتمعون بعكس الجبهات الموجودة حاليا التي يقاتل فيها كل أبناء محافظة على حدة. ذياب بن معيلي هو من أبناء ومن كبار مشائخ مأرب، عوض عارف الزوكا هو من كبار مشائخ شبوة، طارق محمد عبد الله صالح من صنعاء ومن كبار مشائخها كذلك، وبالتالي نحن أمام ما يمكن أن نسميه تحالف وطني قد يؤسس لجبهة وطنية ضد الحوثيين، ونتمنى أن يتم تحالف هذه الجبهة مع بقية الجبهات الأخرى حتى إسقاط نظام الحوثيين في صنعاء. ولكن إلى أي مدى يعني ذلك أيضا انضمامه للشرعية؟ هل يمكن أن يعلن ذلك؟ لا أتوقع أن يعلن انضمامه لشرعية عبد ربه منصور هادي، إذا تحدثنا عن شرعية عبد ربه منصور هادي كشخص، لكن باعتقادي أنه قد يقاتل ضمن تحالف وطني لإسقاط سلطة الحوثيين. سيتم لاحقا البحث عن كيفية إعلان هذا التحالف الوطني بحيث لا ينحصر مركز القرار فيه في شخص واحد. لكن لماذا لا تتوقع انضمامه للشرعية على الرغم أنه قيادات كثيرة في المؤتمر الشعبي العام أصلا بدأت في الانضمام للشرعية؟ المشكلة أختي العزيزة إذا كنا نبحث عن الجماهير وعن قواعد المؤتمر الشعبي العام وعن الرجال الموجودين على الأرض، فمن الصعب الالتحاق بشرعية عبد ربه منصور هادي، لأن هذا الأمر في صالح الحوثيين. القواعد الموجودة على الأرض والتي لا تزال في الداخل وهم بمئات الآلاف. نبارك لكم يا رجال على الرجل العظيم الشهيد عارف الزوكة الذي بطر أروع معاني العظمة والوفاء والأخوة، وعلم اليمنيين وأعطاهم درس في النخوة والرجولة والفداء، وهو الشهيد عارف الزوكة، ونحن على درب الشهداء سائرون، درب الشهيد الزعيم والشهيد الأمين إن شاء الله، إن شاء الله، ونحن بوصايا الزعيم ملتزمين ولن نحيد عنها، واحنا معكم بالروح، ونحن معا بالروح في الدم لفيك يا يمن، بالروح في الدم لفيك يا يمن، بالروح في الدم لفيك يا يمن. نحن معا ما أوصى به الزعيم من طلبه الحوار وإيقاف الحرب وفك الحصار عن شعبنا، وأمرنا أيضا نمد أيدينا إلى أشقائنا وبالذات المملكة العربية السعودية للعمل على إنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، فأمن اليمن واستقراره وأمن واستقرار المنطقة، واليمن لن تنسلك عن عروبتها وتتجه أي اتجاه بإذن الله. نحن معاكم نبيك يا يمن، بالروح بالدم نبيك يا يمن، بالروح بالدم نبديك يا يمن. صباح الخير، صباح النور، يوم مشرق وجميل في العاصمة الأردنية عمان. أتمنى السلامة والخير للجميع، وتحياتي لكم يا أحبائي، وأتمنى من الله دوام الصحة والعافية عليكم.